ازاي الاهلي قدر ان هو يتفوق في عدد البطولات في جيل التسعينيات، رغم ان الزمالك في موسمين او ثلاثه كان بيمتلك فريق عظيم، فريق كبير جدا على مستوى الاسماء. هل التحضير النفسي قبل البطولات، قبل بدايه كل موسم، وازاي ان انتوا قدرتوا تحافظوا على النجاح ده لسبع سنوات متتاليه؟ وطبعا النادي الاهلي من القديم، يعني من زمان، من نشأته دايما بيعلم كل الاجيال اللي طالعه من قطاع الناشئين والبراعم والحاجات دي كلها، بيعلمهم قد ايه ان هم يعني يحافظوا على فكره البطولات والمكسب، وان هم دايما بيلعبوا عشان هدف كبير قوي يعني. فدي طبعا اللعيبه حتى هي في الناشئين بتشرب الكلام ده لما تطلع للدرجه الاولى، وكذلك اللعيبه اللي بتيجي من بره النادي جايه على منظومه متكامله ان هي لعيبه عايزه بطولات. طبعا اللي عايز بطولات ده مش ممكن في وسط الطريق ييأس، ان لو ييأس مش هيقدر يكمل مشواره. فالحقيقه في فتره السبع سنين اللي احنا اشتغلنا فيها كان الفرقه نفسها كانت فرقه قويه جدا، يعني المجموعه بتاعتنا كانت فرقه قويه جدا، وخدنا سبع سنين ورا بعض. هو الزمالك والاسماعيلي، انا اسف لقطع كلامك، الزمالك والاسماعيلي في اول التسعينات الزمالك خد الدوري مرتين، والاهلي والاسماعيلي خد الدوري مره، وبعد كده جت بقى الفتره اللي هي لغايه اخر بالظبط هي الفتره الاولانيه دي في اول التسعينات كان لسه في مجموعه كبيره بتبطل كوره زي كابتن طاهر ابو زيد وكابتن ثابت البطل وكابتن ربيع ياسين، مجموعه قويه، وعلاء ميهوب ومحمود صالح، مجموعه كانت اساس في النادي الاهلي. وابتدى عشان تكون جيل جديد وتجيب لعيبه من بره، وابتدى اولاد النادي يبتدوا يشدوا حيلهم شويه، خدنا فعلا زي ما الكابتن ميدو بتقول كده السنتين دول. بعد كده ابتدينا سبع سنين ورا بعض بمجموعه لعيبه حفظوا بعض في الملعب، وده جزء من المقدمه بتاعتك اللي انا سمعتها عن النادي الاهلي، مقدمه ما شاء الله جميله جدا، هي فكره الاستقرار. انك دايما عندك منظومه مستقره اداريا وفنيا، وبالتالي الاستقرار ده بيخلي اللعيبه جوه في الملعب بتأدي بشكل متزن، وبتقدر تحقق البطولات. رغم ان المنافس التقليدي اللي هو نادي الزمالك زي ما انت بتقول طبعا عندهم نجوم، كان في الفتره دي نجوم قويه جدا ويمتلكوا مهارات عاليه جدا، ولكن يعني اوقات يعني الحته التنظيميه جوه النادي الاهلي هي اللي بتدي طعم. هو الحقيقه انا لازم يعني الواحد يقول الكلام في المكان الصح. الحقيقه ان زي ما حضرتك بتقول فعلا ان الناس في النادي الاهلي فيهم ميزه مهمه جدا، ان هم بيوصلوا رساله لبعض، يعني رساله لبعض. تلاقي ان الناس مثلا فريق خالد مرتجي في وقت من الاوقات بيسلم رساله للكابتن صالح الله يرحمه، وبعد كده بيسلم القصه لكابتن حسن، وبعد كده كابتن حسن كابتن محمود الخطيب، وحتى الوقت المهندس محمود طاهر كان موجود ما خرجش عن السياق بتاع النادي الاهلي. ودي هل انت في رايك دي اهم نقطه بتميز الاهلي في مواصله نجاحاته عبر السنين؟ طبعا دي هي النقطه الاساسيه. النقطه الاساسيه ان النادي الاهلي بمبادئه وقيمه هو ظهر وسند لاي مسؤول جاي. المسؤول اللي جاي ده هو بيحافظ على التقاليد اللي موجوده والنظم واللوائح الداخليه، بدون ان هو نوع من التجمد، لا، يبقى معاها قدر من التطوير، بس التطوير المحسوب، التطوير المتقن. فهو ده ميزه النادي الاهلي. وبعدين الجزء اللي له علاقه بالفرقه بقى والناحيه الفنيه، هو على مدار تاريخ النادي الاهلي ما فيش تدخل من الاداره مع المدير الفني اللي شغال بشكل مباشر. التدخل بيجي عن طريق لجنه مكونه من لجنه الكوره، هي دي يعني كاعضاء مجلس اداره يعني ما بيدخلوش في الامور اللي ليها علاقه بالناحيه الفنيه ككوره. يعني انت يا كابتن وحضرتك موجود مثلا في منصب اداري جوه النادي الاهلي، كان في وقت من الاوقات بيجي رئيس النادي يقعد معاك يقول لك ان لا لازم تتكلم مع المدير الفني، او اللجنه ان هي تتكلم مع المدير الفني تقول له لا في اخطاء كذا وكذا وكذا لازم تتعمل؟ هو اللي بيحصل ان مجلس الاداره بيفوض لجنه في الكوره، وانا كنت الحمد لله يعني محظوظ ان انا كنت عضو في لجنه الكوره مع الكباتن الكبار الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والكابتن طارق سليم الله يرحمه، فقعدت معاهم سنين في لجنه الكوره، فشفت قد ايه ازاي تدار كره القدم. اول حاجه في انعزال تام من مجلس الاداره عن الكوره، وده نقطه ليها علاقه بالنجاح، لان هم فوضوا لجنه الكوره في اداره شؤون الكوره. ده الجزء الاول. الجزء الثاني وفي برضه حد في لجنه الكوره من مجلس
يعني في نفس الوقت. اه طبعا هم كانوا كابتن حسن رئيس النادي وكابتن خطيب كان نائب رئيس النادي، موجودين فبالتالي الاثنين. بس تفويض تفويض عشان هم اللي يخول اليهم موضوع الكوره. طيب ازاي بقى هم كلجنه كوره ازاي بيتعاملوا مع الاجهزه الفنيه المتعاقبه اللي كانت بتيجي؟ اول حاجه تفويض تام برضه، يعني في تفويض من مجلس الاداره للجنه الكوره، وفي تفويض من لجنه الكوره للجهاز الفني ان هو يشتغل في الامور الفنيه زي ما هو شايف. وفي واحد في اللجنه هو حلقه الوصل بين الجهاز واللجنه، لا اللي هو مثلا في الوقت ده كان مثلا حضرتك كنت موجود، لا بيبقى مثلا ايه مدير الكوره موجود. ما ده اللي قصدي عليه. مدير الكوره او المنسق العام اللي كان موجود او مدير قطاع الكوره او مدير الرياضي بيبقى موجود كحلقه وصل ما بين الاجهزه الكوره على مستوى الفريق الاول والناشئين ولجنه الكوره. فاللي بيحصل كالاتي، ان بيدوا سبورت قوي جدا للمدير الفني ان هو يقوم بدوره على اكمل وجه. مفيش اي تدخلات فنيه ولا اي تدخلات في اللعيبه مين يجي ومين ما يجيش او كذا، كل الموضوع بنسبه 100% للجهاز الفني. يعني هل المدير الفني في النادي الاهلي هو اللي بيختار مين اللعيبه اللي بتيجي، ولا هو بيختار لان في على فكره دي مدرسه صح ودي مدرسه صح يعني، ولا هو بي 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 بيطلب مراكز ولجنه الكره هي اللي بتشتغل من خلال السكاوتنج تيم بتاعها او يعني فريق المحللين او ايا كان ان هو يرشح للمدير الفني لعيبه؟ تمام، ده سؤال جميل. هو اللي بيحصل ان بيحصل جزء من الترشيحات. الترشيحات دي بتيجي عن طريق الناس اللي موجوده، سواء مدير التعاقدات موجود بيرشح بيجي له ترشيحات، لجنه الكوره بتجي لها ترشيحات، الجهاز الفني اوريدي بيجي له ترشيحات، المدير الفني، يعني في ترشيحات كتيره موجوده. الترشيحات دي كلها بتتجمع وبتتعرض على مين؟ على المدير الفني. بالظبط. المدير الفني بيستبعد اللي عايز يستبعده وبيخلي اللي هو عايزه. بيخلي اللي هو عايزه بيطلع للجنه الكوره بيتكلم معاها، بيقول انا محتاج زي ما كابتن ميدو بيقول كده، انا محتاج المركز ده. المركز ده محتاج تدعيم. طب لجنه الكوره دورها ايه في الموضوع ده؟ دورها انها دور استشاري في الموضوع، انها بتقول له طب هو المركز ده خلي بالك انت طالع لك حد من تحت من فريق الشباب يقدر يسد في المكان ده، طب بص عليه. يقول لك انا مثلا شفته كذا، لا يبقى انا عندي درايه بالموضوع. ايه المواقف يا كابتن هادي اللي حضرتك كنت موجود فيها مثلا تقدر تحكيها لنا ان ده حصل قدامك مثلا، ان مثلا سي مثلا ان مثلا تم ترشيح فلان ولجنه الكره قالت له لا انت مثلا عندك حسام غالي مثلا بص عليه، يعني ايه اللي انت تتذكره اللي ممكن تقول؟ بص انا عندي طبعا الملفات بتاعت لجنه الكوره دي كانت معايا كلها. فانا طبعا ما اقدرش طبعا ادخل في تفاصيل اسماء، ولكن انا كان بيجي مثلا مانويل جوزيه في لجنه الكوره وبيقول مثلا انا محتاج اللعيب الفلاني وكذا من النادي الفلاني، وكان لجنه الكوره اذا كان في اعتراض بيبقى اعتراض لمجرد النصيحه. لكن في تحمل انت مسؤوليتك بقى، تحمل مسؤوليتك. لكن احنا معاك وفي ظهرك، انت عايز اللعيب يتحمل مسؤوليتك، بس احنا بنقول لك بخبرتنا في الكوره مش كامور فنيه، لا خبرتنا في الكوره ان اللاعب ده مثلا اخلاقياته او سلوكه لا تتناسب مع النادي الاهلي، شخصيته مثلا ضعيفه، مش هتحمل الضغط كده، مش هتحمل الضغط، يعني في شويه امور لها علاقه شويه بالايه بالاختيار الكامل لهذا اللاعب. بتقول في مدير مديرين فنيين شخصيتهم ضعيفه، وفي مديرين فنيين شخصيتهم قويه. فمانويل جوزيه من الشخصيات القويه طبعا، فهو عنده ثقه في نفسه. فمن ثقته في نفسه ممكن يسمع كلام لجنة الكورة مش العكس.